أعزائنا الطلبة أسعد الله مساءكم. اليوم بدنا ناخذ وحدة جديدة اللي بتحكي على Structure and Functions of Macromolecules. Overview. على نحكي عن الماكرومولكيولز and the levels in the hierarchy of biological organizations reached when small organic molecules are joined together. شو المقصود ماكرومولكيولز أو مولكيولز؟ اللي بنقصد فيها المقصود فيها اللي ممكن إنه هن مصادر زي مثلا كربوهيدرات، بروتينز، ليبيدز، نيوكليك أسيدز، هاي بسموها ماكرومولكيولز. هاي الماكرومولكيولز هي تعتبر أكثر شيء مصادر للطاقة، ممكن نحصل عليها من الغذاء، وهذول بزود الكربوهيدرات بزودني والبروتين والدهون بزود مصادر للطاقة في الجسم. هلا كل واحد بس ياخذ الإنسان أو الحيوان يتناول هاي الطاقة إلى ما تكون تخزن بالجسم، كل واحد يتم عملية تخزينها في الجسم. الكربوهيدرات يعني سلسلة، إما بتكون بوليسكرايد أو بتكون دايسكرايد أو مونسكرايد على سبيل المثال. بروتين هو اسينشال أفندي اللي هي بتكون من الأمينو أسيدز بروتين، وعند الفاتس أو الليبيدز بتكون من فات 3 فاتي أسيد أند جليسرول، راح نحكي عنهم بعد شوي تفصيل. بس احكي مايكرو مولكيولز مقصود انه كل وحده بتتكون من عده وحدات بناء مع بعض. يعني بس احكي مثلا البروتين بيتكون من سلسله من الاحماض الامينيه مع بعض، عباره عن مركبات بتكون مركب مع بعض مشان تكون بروتين وهكذا. Overview Macromolecules are large molecules compared of smaller molecules. إذا في عندي macromolecules عبارة عن large molecules بتشمل الكربوهيدرات، بروتين، ليبيدز، أما الميكرومولكيولز هي بتشمل زي الفيتامينز والمينرال بسموها الميكرومولكيولز. Most macromolecules Most macromolecules are polymers built from monomers. اللي مقصود فيه ماكرومولكيولز او بوليمرز هو عباره المقصود فيه المركب كامل بسموه بوليمرز، لكن الوحدات البنائيه الصغيره كل واحده بسموها مونيمرز. هاي المقصود فيه، زي احكي مثلا البروتين متكون من وحدات بناء، وحده البناء كل واحده بسموها الوحده الصغيره بسموها مونيمرز، اما الوحده الكامله بسموها اللي هي بوليمرز. Three of the classes of life organic molecules are polymers. اللي كربوهيدرات، بروتينز، نيوكليوتيدز. إذا شو تعريف البوليمرز؟ هو is a long molecules. إذا بوليمرز هو عبارة عن long molecules consisting of many similar building blocks called monomers. إذا بس أحكي اللي هو بوليمرز هو بتكون من وحدات بناء من المونيمرز. المونيمرز هي وحدة صغيرة والبوليمرز هي وحدة بناء كبيرة. هلا هون عندي هذا الشكل اللي انتم شايفين عندي اللي هي synthesized and breakdown of polymers. يعني عندي مركبات البوليمرز، حكينا البوليمرز هو وحدة بناء بتكون من عدة وحدات من المونيمرز. هلا هون هذا عبارة عن مركب، هذا مركب بس نعمل له عملية dehydration. ما dehydration يعني نزع الماء من العينة، نزع الماء من المركب يسموه dehydration. زي ما تحط عينة بالفرن بنجفف العينة، بنحط مثلا حتى قيس نسبة الرطوبة في العينة. أنا بالعادة بقيس، أنا بالعادة بقيس نسبة الرطوبة بس أحطه بالفرن بعمل له dehydration. dehydration يعني مقصود فيه اللي هي تجفيف العينة، يعني نزع الماء من العينة بسموه dehydration. إذا dehydration reactions in the synthesis of polymers. زي أنتم شايفين عندي هون مركب بتكون وحدة بناء من المونيمرز، كل مركب هو مونيمرز. أنا بين ال H والـ OH مثلا اللي هي بزيح المي، اللي هي ال H الـ OH بزيح المي، وهذا المركب بصير شو؟
Hydration removes a water molecule's form. شو بتسوي عندي؟ New bond. إذا بتكون عندي رابطة جديدة ما بين OH وال H. أو بزيح ال H و H بتكون رابطة جديدة ما بين مركبين. إذا بسموها dehydration reactions the synthesis of polymers. بالعكس تماما. هل هون بستضيف المي أنا للمركب بسوي عملية اللي بسموها hydrolysis. hydrolysis يعني تحليل. dehydration نزلت المي من العين. هون hydrolysis أنا بضيف المي إلى المركب. بسموه الهيدروليسيس adds a water molecules. بضيف المي إلى المركب. إذا بيؤدي إلى breaking bond تكسير الروابط. هناك dehydration أنا نزعت المي المركب عملت إنه بناء مركب. أما هون العكس الهيدروليسيس أنا عملت أضفت المي إلى المركب. وشو عملت بالحالة هاي؟ عملت breaking تكسير breaking bond اللي كسرت الروابط. إذا بالحالة هاي أنا كسرت مركب اللي هو بسموه اللي هو كسرت مركب البوليمرز إلى مونيمرز، إلى مونيمرز مركبات صغيرة، بوليمرز مركب كامل. إذا each class of polymers is formed from a specific set of monomers. إذا بس أحكي هو polymers وبتكون من مجموعة من المونيمرز. مونيمرز حكينا مركبات صغيرة. البوليمرز هو عبارة عن وحدة بناء متكاملة بتكون من المونيمرز. Although organisms share the same limited number of monomer type, each organism is unique based on the arrangement of polymers into polymers. An immense variety of polymers can be built from a small set of them. نرجع نفس الشيء إنه بس أبني مركب polymers هو بتكون من عدة وحدات من المونيمرز. Carbohydrates serve as fuel and building materials. Carbohydrates include both sugars and their polymers. هلا بس الكربوهيدرات شو بتكون؟ الكربوهيدرات إما تكون بشكل مونوساكرايدز أو بشكل دايساكرايدز. دايساكرايدز بتكون من مجموعة من المونوساكرايدز أو بوليساكرايدز زي ستارش موجود في البلانت أو زي جلايكوجين موجود في الحيوان. بوليساكرايدز راح نحكي عنه بالتفصيل بعد شوي. إذا الكربوهيدرات بتزود جسم إيش بالطاقة وهي أسرع. أنت بس يتناول الإنسان اللي هو حبة حلو مثلا هي أسرع تحلل بيكون عن طريق تناول الكربوهيدرات عن طريق إفراز أنزيم الأميليز اللي يفرز بالفم وهذا الفم بيكون بعملية تحويل أو مشان عملية اللي هي هضم أو مشان عملية اللي هي ببلش أحلل هذا الأنزيم اللي هي الكربوهيدرات الموجودة في الفم. عشان هيك بس يكون الواحد في جعان أو في رمضان لازم ياخذ حبة ملبس مشان عملية اللي هي تعمل عملية تكسير الكربوهيدرات. أول ما يبدأ تكسير الكربوهيدرات وين؟ في الفم. لكن البروتين ممكن يتناول الإنسان بروتين لكن أول ما يبدأ تكسيره في المعدة عن طريق اللي هو بلش حمض الـ HCl بفرز أنزيم البيبسين وهكذا. إذا أسرع تحلل هي بيجي أول شيء عن طريق الكربوهيدرات. أول عمل تحلل يبدأ عن طريق اللي هو الفم.
نقطة اثنين، الكربوهيدرات بس تزيد عن المعدل في الجسم بيخزن بشكل جلايكوجين. إذا جلايكوجين هو عبارة عن مركب جاي من الجلوكوز، يخزن وين؟ في الكبد والعضلات عند الإنسان أو الحيوان، يخزن في الكبد والعضلات. إذا include both sugars and their polymers. Monosaccharides، أول شيء بنبلش المونوساكرايدز are the simplest sugars. Can be used for fuel. طبعا fuel هي مصدر للطاقة، source of energy. طبعا أكبر مصدر للطاقة هو الدهون. الدهون فيه مرتين وربع زيادة عن الكربوهيدرات وزيادة عن البروتين. يعني 1 جرام من البروتين فيه 4.5 حوالي كيلو كالوري. أما الدهون 1 جرام فيه حوالي 9. الكربوهيدرات حوالي 4.5 تقريبا. إذا monosaccharides are the simplest sugars. Can be used for fuel, can be converted into other organic molecules. إذا هذا ممكن أيضا يتحول لمركبات ثانية كربوهيدرات في الجسم نتيجة عمليات البيوكيمستري. أيضا can be combined into polymers. هون زي examples of monosaccharides اللي هو كل أحادي سكر، زي اللي هي نعطينا أمثلة، في عندنا الألدوز وعند الكيتوز، زي اللي هي جليسير الديهايد، رايبوز، زي الرايبوز اللي هو طبعا سكر خماسي، جلوكوز C6H12O6، جالاكتوز، كل هاي مثال على المونوساكرايدز، رايبولوز، فركتوز. إذا فركتوز جلوكوز بس تعرف مجرد رايبوز، ما بدي تركيبة، ما بهمني التركيبة، رايبوز بس أمثلة، جلوكوز جلاكتوز فركتوز رايبولوز هي أمثلة على على أمثلة على المونوسكرايدز. مونوسكرايد may be linear أو ممكن ما تكون linear أو بتكون بشكل لينز حلقة. Linear or ring form. Chemical equilibrium between the linear and ring structure greatly favors the formation of ring. To form the glucose ring, carbon 1 bonds to the oxygen attached to the carbon 5. بس مجرد تعرفوا لانه في ممكن قد يكون بشكل حلقي او قد يكون بشكل اللي هو بشكل رينجز، بشكل حلقة او بشكل لينير عمودي زي ما انتم شايفين المركب هون. دايسكرايدز، دايسكرايد تتكون من اثنين مونوساكرايد، consist of two monosaccharides. بس احكي دايسكرايد تتكون من اثنين مونوساكرايد. Are jointed by glycosidic، والرابط الموجود ما بين المونوساكرايد بسموه glycosidic، glycosidic linkage. إذا الرابط الموجود ما بين two monosaccharides بسموه glycosidic linkage. هلا هون examples of disaccharides. زي ما انتم شايفين عندي مثلا زي جلوكوز مع جلوكوز شو بعطيني؟ مالتوز. ايضا جلوكوز مع فركتوز بعطيني سكروز. اذا هي امثله على بس فقط تعرفوا اللي هي disaccharide. عندي رابط بينه اللي هي جلايكوسايديك لينكج ما بين جلوكوز جلوكوز، اعطاني شو اللي هي جلايكوسايديك لينكج، شوف الرابط الموجود اللي اعطاني المالتوز. ايضا جلوكوز زائد فركتوز الرابط اللي ما بين جلوكوسايديك لينكج بعطيني اللي هي سكروز. إذا the bonding of two glucose units form maltose. Glycosidic link joined the number one carbons of one glucose to the number four carbons of the second glucose. Jointing the glucose monomers in a different way would result in different disaccharides. The hydration reactions in the synthesis of sucrose. Sucrose is disaccharides formed from glucose and fructose. Note that fructose, though a hexose like glucose, form a 5-sided ring. بنوصل عندي البوليساكرايد.